والله يا أخوان لو ما أنه مضطر القصة أولى ما بقولها. بعرف شخص يعني عنده بيت العقل ما بيصدقه، إذا كان البيوت حقها 5-6 ملايين بيته حقه 180 مليون. هو والد صديقي البيت فايت له، مات بأيام مطيرة بالشتاء، وأنا حضرت الجنازة بنفسي. فتحوا القبر في مياه سوداء، مياه مجاري تسربت إليه، ما في حل ثاني. فقالوا ضعوه، واحد ساكن البيت 180 مليون عايش رفاه يفوق حد الخيال يوضع في قبر فيه مياه مجاري؟ لذلك يا أخوان فكر بالمستقبل، فكر بالمحاسبة الإلهية، فكر بالمساءلة يوم القيامة.